والحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عضو مجلس النواب علي أبو زعكوك. ورحب بك بداية أبو زعكوك. أنتم طلبتم بتحسين أوضاع المهاجرين في هنا في المنطقة الغربية، المهاجرين من المنطقة الشرقية، وتضمينهم إلى القرار الصادر. لو تطلعنا عن تفاصيل هذا البيان وإلى أين وصلتم؟ تحية طيبة لكم جميعا لنا في قناة التناصح. البيان الذي ذكرناه البارحة هو بيان لملتقى إجسام ومكونات المنطقة الشرقية الموجودة في الغرب الليبي من أفراد ومن مؤسسات، وكنا من أعضاء مجلس النواب 2 الأستاذ سعد الدازوي وأنا المتحدث. البيان كان نتيجة للدعوة التي قدمها الأستاذ عبد الحميد الحصادي مسؤول لجنة شؤون ناجحي ومهجري درنة، وهو الذي نظم هذا. وهذا تصحيح لبعض ما ذكر في بعض المحطات من أن الذي دعا إلى هذا الأمر هم الهيئة البرقوية. هذا حدث لم يحدث. أعضاء الهيئة البرقوية شاركوا في اللقاء. الفكرة في اللقاء هو أن عندما صدر القانون أو القرار رقم 316 الخاص بالناجحين، فهمنا منهم أن هذا يخص الناجحين في المنطقة الغربية من عين زارة ووادي الربيع وغيرها. فأردنا أن نذكر المجلس الرئاسي والمسؤولين في الدولة الليبية لأن هناك عدد كبير من الناجحين الذين نزحوا من بغازي ومن درنة ومن البيضة وطبرق وجدارية، وهم يعيشون في بين جيرانهم وإخوانهم في المناطق الغربية، طرابلس ومصراتة والخمس وزليتن وغيرها. فأردنا أن نذكرهم بأن حالة هؤلاء المواطنين يعيشون في ضنك من المعيشة، يعيشون في حقيقة فقدان لكثير من أساسيات الحياة ومنها السكن. حتى الذين استأجروا محلات وجدوا أنفسهم في صعوبة جدا في قضية الإيجارات. فأردنا أن نذكر المسؤولين بهذه القضية، قضية المهجرين، لأن المهجرين من المنطقة الشرقية يعتبروا مواطنين وليس مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، بل هم مواطنين أساسيين يعيشون في وطنهم سواء كان في طرابلس أو في أي مكان آخر. وعلى المجلس الرئاسي أن يهتم بهم كما يهتم بالناجحين من وادي الربيع ومن وعين زارة. أشكرك علي أبو زعكوك العضو بمجلس النواب، كنت معنا عبر لاتف. شكرا جزيلا لك.